بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إشارات إلى سرعة البرق، في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: فيمر أولكم كالبرق، إشارة إلى وجود سرعة محددة للبرق وهي نصف سرعة الضوء. هذا لم يكن معروفا في عصر الذي عاش فيه النبي الكريم، والله أعلم.